يواجه المنتخب الفرنسي المنتخب الوهمي في الجولة الثالثة من الدوري الأمم الأوروبي. لكي تشاهد المباراة مع عليك فضل الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة. شكرا لكم مسبقا. ملعب المصطفى للمباراة ملعب بوزيكس أرينا ببودابست بالمجر في تم الساعة 7:45 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، والساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، والساعة 9:45 بتوقيت قطر والسعودية والإمارات. وسوف تنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورتس انجليش 2 الناقل الحصري للمباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة. لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس على الكل لكي توصل دائما بوعيدة وتفاصل المباريات القوية والمقبلة. ونضرب لكم موعد في موعد قادم.